لأنه الحركة السياسية السودانية ولدت طفلة وعاشت طفولة ممتدة إلى يومنا هذا، في اليوم الذي ظهر فيه سياسي تجاوز 60 بأسنان اللبن. يعني هذا يعني يحزننا أن تكون مصر دائما هي الأب، ويكون السودان دائما هو الطفل، نتيجة ل يعني تهدم قادته السياسيين، ونتيجة لليأس الذي طعننا منذ الاستقلال. ف يعني في هذا المقام أنا يعني لا أتحفظ على أي أبوية لمصر، لأنه مصالحها الحيوية بتقتضي أنها تكون فوق عبث الأطفال. هذا يقودنا إلى شخصية حمدوك الجديدة. حمدوك هذا من رؤساء الوزراء الذين لم يحظوا، يعني الذين حظوا أقصد بقبول في السودان على مختلف قطاعات الشعب، يمينا ويسارا ووسطا وإسلاميين وغير إسلاميين، ولكنه أضاع كل هذه الثروة بالتردد وعدم الخبرة والانقياد لبرنامج الحرية والتغيير، اللي هو ذاته ما كان في برنامج في الأساس غير شبق سلطوي. هؤلاء الناس حكموا العامين بنفس مناهج المؤتمر الوطني وبنفس مناهج الحركة الإسلامية، بل زادوها يعني زيادات كثيرة في لجنة التمكين وفي المفاسد التي صعبت لجنة التمكين وفي عدم الرؤية السياسية وفي يعني الانزلاق نحو الطفولة أكثر. يعني أنا قلت الحركة السياسية ظلت طفلة، لكن هذه الطفولة ازدادت بشكل كبير في فترة 19 لحد 24، لدرجة انه يعني اصبح المجتمع السياسي والثقافي والفكري والاعلامي بتاعه بلا قيادة يعني رصينة، وظهروا اللايفاتية وظهروا الأسافير والكلام المشتول، والحياة تدنت وتناقصت الجماليات وتراجع الفن وتراجع التفكير السوي كله، وهذا يعني يندرج في تنمية الطفولة السياسية التي نعيشها منذ الاستقلال حتى الآن. وحمدوك تقدم باستقالته بعد فشل البرنامج الذي اقصد اتفاقه الذي عقده مع العسكريين، ثم غادر وأوحى بأنه غادر إلى غير رجعة ولن يعود إلى السياسة السودانية من جديد. ولكن شاءت الأقدار بعد فشل انقلاب 15 أبريل الذي قاده الدعم السريع أن ينهض حمدوك بوجهه الذي كان يخبئه طوال هذه الفترة. حمدوك الآن هو جنجويد من الطراز الأول، جنجويد مستلب أماراتيا ومقطوف غريا، و يحاول خديعة العالم. هو جنجويد من الطراز الرفيع، جنجويد بلا كدمول، جنجويد يلبس البدلة والكرافتة ويتحدث باللغة الإنجليزية ويمضي في برنامج دولة العطاوة، لا شيء غير ذلك. أنا يعني أنظر إليه بهذا المعنى، وفي تلك شواهد كثيرة.
الشاهد الأول أنه بمجرد فشل الانقلاب عقد مؤتمرا صحفيا في الأمارات التي من النادر جدا أن يعقد فيها أي شخص مؤتمر، ثم بعد ذلك تحرك نحو الإيجاد وأبي أحمد وتبنوا مشروع حظر الطيران وتبنوا كل هذه فشلت. ثم بعد ذلك تقدم بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة لمنع طرد فولكر، وعلقت عليه وقتئذ بأنه أضحك مندوب الصين، وقلت أن الصين بحكم فلسفة كونفوشيوس لا يضحكون، وكان ذلك أول صيني يضحك وفشل وطرد فولكر. كل أفعال حمدوك بعد 15 أبريل تؤكد جنجويته المطلقة، وتتوجت هذه الجنجويدية في أديس حينما رأيناه يقود مجموعة من الرجال الذين لا يستطيعون المشي على الأرض من كبر السن والأمراض نحو حميتي في تذلل ووضاعة أثارت حفيظة الأمريكي هيدسون، وأثارت تغزز كل الشعب السوداني، وأنا بالذات أثارت تغززي لدرجة أنني أجزمت وأقسمت بالله ألا أمد كفي إلى أي من هؤلاء الذين تهافتوا على حميتي الذي قتلنا وشردنا وشرب دمنا واحتل منازلنا وألقى بنا خارج الكرة الأرضية. أنا أقسمت ألا أمد يدي إطلاقا إلى من كان ضمن هذه المهزلة إلى يوم الدين. وأقول ثانيا أن فشل زيارة حمدوك يأتي من أنه يعني فشل في تلخيص زيارتي، وفشل في مؤتمر صحفي، وفشل أيضا في يعني خلق اصطفاف من داخل القاهرة لهذه الزيارة. وأستطيع أن أقول إن ما نجح فيه صديق ودع فشل فيه حمدوك. صديق ودع عمل مؤتمر الإدارة الأهلية بشكل يعني خلاق ومنظم وواضح القسمات وواضح المعالم وواضح التوصيات، وكانت زيارة حمدوك أشبه بالسرية، أشبه بالزيارة السرية، ولم يعني يعلن حتى الآن أنها زيارة رسمية أم غير رسمية. ولكن كما قلت يعني أنا يعني أتعشم أن يستفيد حمدوك من هذه الزيارة، ويعرف أن السياسة لا تدار بالهتافات ولا بالأموال، ولا تستطيع أي دولة مهما عظم مقدارها المالي أن تغير مزاج شعب وأن تفرض عليه الأجندة التي تخصها وتجند لها من أبنائه يعني من المستعدين للقيام بمثل هذه المهمة الغزلة في محتواها والناتئة في كل أشكالها. تلقيت قبل قليل دعوة من السيد منى أركمناوي حاكم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان في فندق من فنادق القاهرة، يدعو فيه الكتاب وموجهي الرأي والفنانين وقادة المجتمع للالتقاء به. فتساءلت إذ كيف يعني فشل حمدوك في مثل هذه الجزئية البسيطة.
في أنه يعني يدعو كبار الكتاب والصحفيين الموجودين هنا، وخاصة أن نقابة الصحفيين هنا موجودة، وهنالك شخصيات كثيرة جدا من النساء، المحاضرات في الجامعات والطبيبات وال يعني العاملات في المنظمات الدولية، وهناك الكثير جدا من المغنيين والفنانين والتشكيليين والموسيقيين. كل هؤلاء يعني طردهم حميدتي من السودان، هل لأنه يعني خجلان منهم، أم أنه يواري يعني انتمائه للدعم السريع بهذا السفور؟ وانتمائي للدعم السريع يعني تم كشفه بمذكرة حزب الأمة، يعني الجناح المعارض لتوجهات تقدم، قال أن تقدم منحاز بشكل واضح لأحد أطراف النزاع، وهو يقصد بذلك يعني تقدم في شكل حمدوك، منحاز بشكل كلي للدعم السريع، وهذا واضح في كل المسلك بدءا من يوم 16 أبريل إلى اليوم. حمدوك يتحرك باستراتيجية الدعم السريع المحكوم عليها بالفشل، محكوم عليها بالفشل، فشلت إيجاديا وفشلت في دول الجوار الأفريقي.